أثمرت جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني إنجازات متميزة، سعياً إلى الارتقاء بجودة الخدمات البلدية وتحسين المشهد الحضري. تمثلت هذه الإنجازات في إطلاق البوابة الإلكترونية الموحدة بلدي بالتعاون مع جهات القطاع البلدي المختلفة دعماً لعملية التحول الرقمي في القطاع البلدي وتسهيل إجراءات الخدمات البلدية والمحافظة على سير الأعمال، ومنصة بلد التفاعلية لإشراك مستفيدي القطاع البلدي في طرح الأفكار والتعليق على اللوائح والتشريعات البلدية، وإطلاق بوابة الاستثمار البلدي فرص لجمع كافة الفرص الاستثمارية في منصة واحدة. كما تم إصدار اللائحة المحدثة للتصرف بالعقارات البلدية، والتي تضمنت رفع الحد الأعلى لمدد العقود وتخفيض الضمان البنكي ورفع حد الإعفاء. كما دشنت الوزارة منصة مراقبة مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية لمراقبة أداء شركات القطاع الخاص في تقديم الخدمات البلدية والتزامها بالمعايير والاشتراطات، بالإضافة إلى إصدار قرار بإلزام المقاولين بالتأمين لمدة 10 سنوات ضد العيوب الخفية التي تظهر على المباني بعد استخدامها. ولتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية، عكفت الوزارة على معالجة التشوه البصري كإزالة مخلفات البناء والهدم من الأراضي الفضاء، وإزالة الكتابات المشوهة للمظهر العام، وإصلاح حفر الشوارع، وإصلاح الأرصفة المتهالكة، وإعادة تأهيل الحدائق والمسطحات الخضراء، وإزالة اللوحات الدعائية المخالفة، ومعالجة وضع حاويات النظافة داخل الأحياء، وإزالة السيارات التالفة والمهملة من الشوارع. كما تم إطلاق مبادرة أنسنة المدن لتعزيز البعد الإنساني من خلال تهيئة المدن وجعلها صحية وصديقة للبيئة، بالإضافة إلى زيادة نسبة المسطحات الخضراء في المملكة. نتطلع لمستقبل تحققه مسيرة إنجازات برنامج التحول الوطني لمستقبل واعد.